مرزوق افندي. ايه مالك؟ انا شايف نفسي زي اللي مخضوض شويه. نو من ايه بس؟ ساعه الباشا ده اعرف اكلمه ازاي؟ اقابله ازاي؟ دي كل الناس يا اخي. وانا ما سبقنيش قبل كده خدت وديت مع جنس باشا في حياتي ابدا. بلاش اوهام فارغه بقى. الباشا بتاعنا في منتهى اللطافه، في منتهى الوداعه. الحمد لله. تعال معي. تعال. وبنته جميله هانم؟ ما اسمهاش جميله، قلت لك ليلى. أيوة. اسمها ليلى. ايوه ليلى. اتفضل اقعد هنا، الباشا هيجي دلوقتي عشان يتفاهم وياك. ربنا يستر. اهلا وسهلا. اهلا بك يا فندم. اتفضل استريح يا فندم. العفو. استغفر الله. جنابك تحبها جنسها ايه؟ هي مين يا فندم؟ القهوه. قهوه؟ والله يا سعاده الباشا انا سعاده الباشا. لا لا، انا هنا مخصوص علشان اقدم القهوه. سعادتك هنا مخصوص عشان تقدم القهوه؟ ايوه. تشرفني يا فندم. ودلوقتي تحبها جنسها ايه؟ سكر كتير ولا سكر قليل؟ والله انا عادة بشربها سكر على الريحة، وده يعني من قلة السكر. فبقى هنا خليها سكر زيادة. زيادة قوي. حاضر. الوجاهة دي كلها عشان يقدم القهوة؟ امال الباشا بتاعهم يطلع الجنس شكله ايه؟ التعليمات دي لازم تنفذها بكل دقة، أحسن بعدين تروح في داهية. المية لازم تكون درجة حرارتها 38 ونص، نص درجة زيادة فيها خطر على حياته. خد. الروشتة دي تجيبها من الأجزخانة حالا، قدامك خمس دقايق بس، وأنا مستنيك هنا. حاضر يا فندم. اتفضل اقعد، ما تزعجش نفسك. أنا كنت نسيت الروشتة بتاعة الحكيم. الواحد دماغه اتلخبطت ومخه انقلب. المرض بتاعه ده ورانا المر. ربنا يشفي يا فندم، ربنا يطمنكم عليه. البيه الصغير قصدي. بيه صغير ايه؟ ده الكلب اللي قدامك ده. حضرته؟ يا سلام، توب بعد الشر عليه. انا برضه لاحظت اول ما شفته انه لونه مخطوف شويه. يا اخي ده احسن من الاول، ده قعد اربع ايام ما يدوقش طعم الاكل. مسكين. رون يعني في برضك ناس على قد حالهم يقعدوا سبع ايام ما يدوقش الاكل. ايوه ايوه، بس مش بالجسم الرقيق ده. ايوه صحيح، مش بالجسم الرقيق ده يا سعاده الباشا. سعاده الباشا؟ انت فاكرني مين؟ انا مش سعاده الباشا، انا بشتغل هنا موظف. حضرتك موظف؟ انا هنا مخصوص علشان الكلب ده. حضرتك هنا مخصوص عشان الكلب ده؟ ايوه. بس بس بقى يعني حضرتك بتاع ال ايوه. تشرفنا. انا مؤكرم. العفو. وبتاخد مهية على كده؟ 30 جنيه بس. بس لا حرام، قليلين قوي. وليه ما تطلبش إعادة نظر، علاوة، تنسيق؟ ضروري هطلب. ايه يعني 30 جنيه؟ ده انا بوكله واحميه واخليه واعلمه ولا بتوع المدارس. وهما بتوع المدارس يوصلوا ل 30 جنيه؟ وحضرتك بتشتغل ايه؟ لا انا راجل على قد حالي، انا بتاع كتب، انا بتاع علم. بس بس انا مؤكرم. عن اذنك بقى اتفضل اقعد. نهارك سعيد. سعيد مبارك. تلاتين جنيه. انا لو من 18 سنه بعلم كلاب كنت دلوقتي من الاعيان. انا هدور عليها في الصالون. وديدي كمان. اسمح بيا يا دنيا. اتفضل شوية. اتفضل على فين؟ اتلحلح، تتحرك، تقوم من حتتك كده. دور هنا. غريبة دي. حضرتك بقالك كتير هنا؟ والله من ربع ساعة تقريبا. يعني ما شفتش حاجة منطورة كده ولا كده؟ حاجة؟ حاجة ايه؟ اسورة ألماس. لا ألماس ولا صفيح، أنا من ساعة ما دخلت هنا ما اتنهتش في مطرحي. بس افتكر كويس، يمكن يمكن ايه؟
يعني تكون شفتها وما خدتش بالك ناتي. ناتي؟ لا لا لا، ناتي دي مش كويسه ابدا. امال يعني راحت فين؟ صارت بلعتها الارض. انا عارف بقى اسالي الارض اهي قدامك. انت جاي هنا عايز مين؟ مش عايز حد، هم اللي عايزيني. عايزينك في ايه؟ عالم لغه عربيه. لغه عربيه؟ لمين؟ لبنت الباشا. انت اللي هتعلم بنت الباشا؟ ايوه بنت الباشا. يعني بنت الباشا دي ايه؟ ومن بلبن من باستيليا؟ تلميذه خيبانه كسلانه اتقاطت في الامتحان. النجاره هنطنطر مخها ونخليها بني ادم. انت اللي هتصنفر لها مخها؟ ايوه انا. دي هي اللي هتصنفر عشتك وهتطلعك من هنا ناطط فوق سبع حيطان. اسمع، انت مش لك عقل. اظن فاضل بواقي برضه. اهي هي هتطير لك البواقي اللي فاضله دي. تعمل حسابك من دلوقتي على الجنان الاصلي. ايه هو ده؟ فانت هتعلم بنت الباشا؟ والله عارف. هم عرفوا ينقوا صحيح الجابوا الاقرع علشان يسرح بنت السلطان. ايه هو ده؟ اقرع وبنت السلطان واسوره الماز. انا البيت مين اللي بقى؟ وده ايه ده راجل؟ انت جاي؟ نعم. عايزين انت كمان؟ اقف على حيلك. اقف على حيلي؟ اقف. وقف. وقف. طيب طيب. وقف. انا مش كده. ايه ضاع منك حاجه انت الاخر؟ حلقه زمرد عدلولي. لولي؟ انت عايز مجنون؟ مجنون؟ انت جاي تعمل ايه؟ جاي ادرس بنت السلطان. بنت السلطان؟ بنت الباشا. بنت الباشا. انت المدرس الجديد؟ المدرس. وشايف نفسك تقدر تسد في الشغلانه دي؟ يعني ضليع في قواعد اللغه العربيه؟ في اصول اللغه العربيه؟ ايوه، زي ما انت ضليع في قواعد الجرجير واصول البقدونس والفجل الرومي. لا انت باين عليك مسحوب لسانك. انت كمان باين عليك رغاي وغلباوي. انا بسالك مش ترد عليا؟ ارد عليك ليه؟ انت غلايني جاي تمتحني؟ من غير ما امتحنك. حتى شكلك مش باين عليه لا دروس ولا علوم ولا حاجة أبدا. وأنت يعني شكلك صلاة النبي قوي، باين عليه مانجا وصباية موز وعلى عيد عنب. لا أنت قليل أبدا. وأنت كمان دمك بارد. لا لا مرزوع فندي، مرزوع فندي، تعالى يا هو. أنت جايب لي الحمار ذنبي. اخرس حمر في عينك بجح الحياة. اخرس أنت يا طيسانة. اسحب إلى باحة. اتنيل واسكت. لا مؤاخذة يا سعادة الباشا. طلعوا برا. كرهوا برا. يا زلمطحي يا جربوع. هو حضرته يبقى الباشا؟ امال يبقى مين يا مغفل؟ مفيش شوية تمييز؟ ما لو في شوية تمييز ده ما كانش يطلع باشا ابدا، لكن عشان بقى انا بتاع الكلب يلبس باشا والباشا يلبس تاني. قلت انا اروح بقى. مع السلامة. اتفضل. سلام عليكم.